مساء الخير. خبر النهاردة في مساء الخير بيقول ان اتحاد المقاولين المصري حذر اعضائه من كبار الشركات المقاولات بعدم السفر الى ليبيا والعمل فيها بسبب وصول معلومات لاتحاد المقاولين بوجود اجهزة مخابرات اجنبية تعمل على تصفية هذه الشركات، وبالتالي هذه المخابرات الأجنبية عاوزة تخرج مصر وشركتها من الحصول على جزء كبير من كعكة إعمار ليبيا. الحل، الحكومة هتعمل ايه؟ هتسكت؟ هتضيع فرصة كبيرة للاستثمار في ليبيا؟ منتظرين منها التعليق على الخبر ده. مساء الخير. خدعوك فقالوا، قالوا لك ايه؟ قالوا لك المجتمع المصري اكتر شعب متدين في العالم، وحضرتك صدقت وماشي كل ساعة عمال تردد الكلام ده. سؤالي ليك بقى، حضرتك مصدق الكلام ده؟ طيب بلاش السؤال ده، هسألك سؤال تاني، عندك دليل؟ طب لو عندك دليل ممكن تفسر لي الكم رقم وإحصائية اللي انا هقولهم لحضرتك دلوقتي؟ طلع ورق وقلم واكتب ورايا الكم إحصائية دي عشان ندخل مع بعض النهاردة جدل في هذا الموضوع. ده قضية النهاردة، لازم نجيب قرارها، لأننا مش عاملين البرنامج ده علشان نطبطب على بعض بالليل أو جاي أقولك كلمتين حلوين أو بقين زعيق ونروح. إحنا جايين نتناقش، جاهز للمناقشة؟ أول إحصائية عايز أقولها لك بتقول لحضرتك إن مصر بلدي وبلدك اللي هي أكتر بلد متدين في العالم بتحتل المركز الثاني عالميا في التحرش الجنسي. وش كده؟ افتكر دي مين؟ مصر اللي هي إيه؟ أكتر شعب متدين في العالم. عارف مين الدولة اللي واخدة المركز الأول في التحرش الجنسي على مستوى العالم؟ أفغانستان. ما علينا. طيب خد الإحصائية الثانية دي، 99.5% من ستات وبنات مصر اتعرضوا للتحرش. إن ما كانش بالفعل يبقى باللفظ، منتهى المهانة للمرأة المصرية. المرأة المصرية اللي عمالين نغني لها في عيد الأم من كام يوم ونضحك على بعض ونقول المرأة نص المجتمع، وهي أختي وهي بنتي وهي عيني طقم البلد واللي فيها. شوفوا على بلاطة، مفيش مصرية عايشة على أرض البلد دي إلا لما حد اتحرش بيها أو سمعت لفظ خدش لحياتها كبنت او امرأة، وده الحد الادنى للتحرش. طبعا ده غير قلة الادب اللي بقت موجودة في الشارع عيني عينك، الفاظ في منتهى الفحش والبذاءة، ماسورة قاذورات في الشارع. سؤال ليك والنبي جاوبني عليه، منين احنا احسن شعب متدين في الدنيا وفي ذات الوقت يا مؤمن بنعمل كده في بناتنا وستاتنا؟ يا راجل ده حتى المنقبة اتحرشنا بيها، المحجبة اتحرشنا بيها. هتقعد ترد عليا بشوية كلام خايب سمعناهم من بتوع الندوات وشوية جهلة ضحكوا عليك وقالوا لك ان التحرش بيحصل بسبب ان البنت قليلة الادب ماشية لابسة محزق فاثارت غريزة الطور الهايج اللي ماشي في الشارع. اللي مزعلني منك انك صدقت الكلام ده. عارف انا زعلان منك ليه؟ علشان التحرش الجنسي مش بيحصل للبنت اللي لابسه هدوم ضيقه وبس، رغم ان هي حره، ده كمان بيحصل للمنقبات. طيب وحياه ابوك شيخ وبذمتك ودينك، الملاك البريء، الطفله البريئه زينه اللي ما كملتش 5 سنين كانت لابسه عريان هي رخرة علشان يتم قتلها واغتصابها؟ بقول لك اوعى تصدق الكلام ده، كلام من نوعيه ان التحرش بيحصل للبنت اللي لابسه محزق، مصر كلها بيتم التحرش بيها واحنا ساكتين. عيب اللي بيحصل لنسائنا وبناتنا،
لما اقول لك ان مفيش ست في مصر الا لما سمعت كلام قليل الادب، لازم تعرف ساعتها ان بنتي وبنتك سمعوا الكلام ده. لازم تعرف ان قرايبي وقرايبك وعيلتي وعيلتك اتعرضوا للتحرش. كم ست وبنت في بلدنا رجعت بيتها قرفانه من اللي حاصل ليها في الشارع، واتكسفت تقول لاهلها لاخوها لابوها على اللي حصل لها. كل ده واحنا دافنين راسنا في الرمله، وقال ايه؟ احنا اجدع شعب متدين في الدنيا. طب بأمرت ايه؟ بأمرت ايه والنبي؟ عاوزين نفوق ونصارح بعض ونقولها بعلو صوتنا، الاخلاق في بلدنا بح، الاخلاق في بلدنا راحت. ولو زعلان من كلمه راحت قوي هجملها لك عشان تبلعها مني، هقول لك الاخلاق في مصر بعافيه. واذا ما لحقناش اخر بق في كوبايه الاخلاق، البلد دي ما ينفعش يتعيش فيها، البلد دي تبقى راحت. طبعا انت مد ودانك كل يوم وشغلينك بالحد الادنى للاجور، والحق السيسي ركب البسكليتة وحمدين بيشتكي بتوع الشهر العقاري، وانت فاكر ان لو السيسي فاز او حمدين لو فازوا بالرئاسة الاخلاق هترجع زي ما كانت، يبقى بنضحك على بعض. لازم نصارح بعض بالحقيقة المرة، ازمة البلد دي في الاخلاق. بقولها لك وعلى الهوى وقدام الملايين، مفيش اخلاق يا راجل يا طيب في بلدنا. عندك فكرة كمان ان التحرش وصل الصعيد؟ نعم الصعيد، ومعنى وصوله للصعيد ان ده ممكن يعمل كوارث هناك وبلاوي بين العائلات. متخيل؟ يعني احنا ما صدقنا ان الطار يخف في الصعيد، نروح ناقلين كمان تحرش هناك. من كام يوم الدولة اعلنت عن مسودة مشروع قانون التحرش، وبيضم عقوبات شديدة ورادعة، والناس اهتمت بالمشروع وتصوروا ان بعد القانون ده وعقوبات المشددة خلاص بقى مصر مش هيبقى فيها تحرش. للأسف هحبطك واقول لك القانون ده مش هو الحل. الأزمة فينا احنا، بلد ما فيهاش اخلاق. اي بلد ما فيهاش اخلاق يبقى ولا مليون قانون هيظبطها. عاوز افكرك بافلام الابيض واسود اللي احنا بنقعد نتفرج عليها بالليل، او الافلام الملونة بتاعت السبعينات. فاكر كان الستات زمان بيلبسوا حاجة اسمها قط كده، او نص كم يا سيدي لو مش عارف القط، وكانوا بيمشوا في شوارع البلد في منتهى الامان. وبالمناسبة كان ايامها في بطالة وازمة شقق وازمة جواز، بس عارف رغم كل الازمات دي بلدنا زمان كان فيها اخلاق. يا اخوانا اخطر قضية بتهدد مصر صدقني لا بطالة ولا سد نهضة ولا إخوان ولا ثورات ولا 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 حاجة هيقضوا علينا. اللي بيهدد مصر النهاردة وهيقضي عليها هو ضياع الأخلاق. ما بقاش فيه لا أخلاق ولا ضمير. ممكن حد من حضراتكم يقولي الأخلاق راحت فين وإزاي نرجعها؟ هل تتفقوا معايا النهاردة إن أزمتنا في أخلاقنا؟ أزمتنا في أخلاقنا. تقدر ترد عليا وتجاوبني دلوقتي لما اقولك ان خدعوك فقالوا ان مصر شعب متدين؟ تذكر معايا ان مصر واخدة المركز الثاني في التحرش. وقبل ما انهي مقدمتي بذكرك 99% من سيدات وبنات مصر اتعرضوا للتحرش، والحد الادنى تحرش لفظي. ممكن اسألك سؤال وتجاوبني عليه دلوقتي؟ مصر فيها اخلاق ولا ما فيهاش؟ ولو ما فيهاش هنرجع الاخلاق للبلد دي ازاي؟ كلمني من اي تليفون ارضي حالا، ولازم ننهي الفكره دي. كلمني على 0900 9900، وكلمني من اي تليفون محمول على 137، والنهارده جايب لك الكمبيوتر بتاع الرسايل. ابعت رسايلك على رقم 911، اطلع الرقم يا اولاد حطوه على الشاشه، 9 9 11 77. جايب لكم كمبيوتر عشان نقعد النهارده. بقول لك مصر بتتعرض لازمه خطيره، البلد دي ما فيهاش اخلاق. هرحب بضيوفي، اهلا بحضراتكم. اخد بس علياء من المنوفيه بسرعه. اتفضلي مدام علياء. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. انا طبعا من المتابعين للبرنامج بتاع حضرتك. او اشكرك. وطي التلفزيون. انا بعدت عن التلفزيون خالص اهو. اتفضلي. انا
انا من المتابعين لك ومعجبه بالحاجات اللي انت المواضيع اللي انت بتختارها. اشكرك. بلدنا فيها اخلاق يا مدام علياء؟ لا لا. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. هي احنا ما بنلومش الشباب بس. انا مش الشباب بس اللي هم ما عندهمش اخلاق. والفتيات اصلا. والفتيات. انا هقول لحضرتك على موقف انا حضرته بعينيا. اتفضلي. وطيلي بس التلفزيون او اقفليه وانا بسمعك اهو. ماشي ماشي. انا بص انا ماشيه في الشارع. ايوه يا استاذ محمد معايا. مع حضرتك. انا ماشيه في الشارع واقسم بالله العظيم يا استاذ محمد لقيت شاب بيجري من بنتين اتنين. بيجري ورا بنتين اتنين. بيجري منهم. انا ابتسمت كده وبصيت له قلت له في ايه؟ قال لي بيعكسوني. هنقلب القضية بقى، مفيش ولا راجل في مصر الا لما حد اتحرش بيه، ما هو ده تدين برضه. انا بكلمك معاكي معاكي بالله العظيم. بيحصل. انا 60 سنة. بيحصل. يبقى الأخلاق. خليني آخد يسر بسرعة من السويس. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا أستاذ يسر. مساء الخير يا باشا. مع حضرتك يا أستاذ يسر. بس أستاذ حضرتك البلد بخير يعني، واحنا في ناس كتير عندها أخلاق. نعم. انتوا بس لو توطوا التلفزيون اعرف اتواصل معاكم، يعني اخد ودي معاكم. حضرتك سامعني؟ طيب. في رساله بتقول لي السبب البعد عن الله، وفي اللي بيقول لي لازم نحط قوانين رادعه، وفي اللي بيقول لي عاوز اتصل بحضرتك لامر مهم ومش عارف اتصل بيك. طب ابعت لي الرساله وانا ارد. ابعتوا رسائلكم على رقم 911-77 وكلموني من اي موبايل على 137 واخد محمد من المنيا. اتفضل ابو حميد. ايوه اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. الو. ايوه مع حضرتك. اتكلم. انا بقول لك ازاي نرجع على التلفزيون دلوقتي. نعم. هو انا سامعك اهو. الو. ايوه انا سامعك والله، العالم كله بيسمعك اهو. قول. استاذ محمد على التلفزيون. استاذ محمد على التلفزيون، انا محمد خير معاك اهو. طيب انا استاذ محمد من المنيا، الخط مش راضي يجمع معاه ولا ايه؟ عايزكم تتواصلوا معايا. ازاي نرجع الاخلاق لبلدنا يا اخوانا؟ مش جاي اضحك عليكم، كلنا عارفين الكلام ده. ما من بني سويف. اتفضلي يا استاذه مها. ماما مالكم النهارده؟ التليفونات كلها تحرش بيا ليه كده؟ الو. ايوه اتفضلي يا استاذه مها. يا اخوانا مها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضلي. ازاي نرجع الاخلاق للبلد يا مها؟ انا شايفه ان هو بعد عن ربنا، ده اللي بيحصل سبب بعد عن ربنا. ودي رسالة جاية لي برضو، بيتقال لي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومحمد محمود فكري بعت لي برضو ده، البقاء لله في الأخلاق. جمال أبو عاصم، الأخلاق عمرها ما هترجع. دمي محمد، مفيش تحرش في الصعيد. ده محمود من سوهاج. طيب مع تاني من المهندسين بقى مش من بني سويف. اتفضلي يا أستاذة مها. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور. أنا خلاص بقيت من معجبين الدائمين لبرنامج. الله يخليكي، تسلمي لي. أه والله، وبموت فيك وأنت في الإذاعة كمان. الله يخليكي. بس عايزة أقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. الأخلاق سببها الأب والأم في البيت. نعم. ما تقوليش ليه؟ إحنا كنا زمان بنتربى على عيب وما يصحش، والأم بتضرب والأب بيشفط وكده. دلوقتي الأب بيأخي أخت بنته ابنك وخويه، ابنك وحبه. ما عادش فيه احترام للكبير. ده الطفل الصغير يجي باباه ياخده معاه، سلم على صاحبك حبيبك عمه، ده صاحبك ايه؟ وهو الطفل عنده 4 سنين وصاحبه في سن ابوه. نعم. لكن احنا ما ربيناش عيالنا. وبعدين المدرس لما يوجه حد ويضربه، احنا اتضربنا في المدرسه يا استاذ محمد وتربينا على الضرب. واول بلد منعت الضرب في المدارس انجلترا، واول بلد رجعته تاني هي انجلترا. دلوقتي اي مدرس يضرب البنت يجي ولي الامر
ويفتح بقه قد كده على المدرس ويزق الباب الفصل برجله ويدخل. يبقى مدام ما حضرتك بتصري على التربية. التربية بالأصل من البيت ثم المدرسة. نعم. والأب والأم يستعملوا الشدة شوية ويبطلوا الدلع شويتين، وبعدين المدرس والمدرسة زي الأم والأخت الكبيرة والأب والأخ الكبير. مش كل مدرس يوبخ بنت وتعيط له دمعتين. نعم. أهنت مشاعرها ضربتها زعقتها. يبقى مدام مها من المهندسين بتقول الرك على البيت لازم يأدب ويربي. ساعتها نتكلم على احتمالية عودة الأخلاق. أخد هنا من الجيزة، اتفضلي هنا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجتين. الأولى؟ الأولى إن مفيش راجل يدخل صاحب البيت. نعم. وكمان السيسي يمسك البلد، لأن هو أفضل حد يمسك البلد. طب إيه علاقة السيسي بالتحرش وبمصر وكده؟ ده مرشح. أنا نفسي أوفرها لكل الناس. نفسي أوفرها لكل الناس. بس تفتكر السيسي لوحده لو فاز يقدر يرجع الأخلاق للبلد؟ لو إحنا ما غيرناش من نفسنا محدش هيغيرنا. نعم. اخد سيدة من القاهرة، اتفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخلاق. نعم. الأخلاق دي من التربية من الصغر. نعم. الأم والأب. نعم. الجد والجدة. نعم. بيت العيلة اللي كان بيربي. مش الأسرة الصغننة اللي بقت كل أوض شقة فيها عيل وأسرة. البيت اللي كان بيبقى فيه الاب بني اوضه لاولاده واوضه لاولاده واوضه لابنه واوضه لابنه، هو اللي كان بيربي والعم بيربي والخال بيربي. الام لما اشتغلت كانت اولادها. نعم. الاب لما ساب مراته تشتغل وبقى تجيب له فلوس يسيب اولادها. الجد الايام دي بقوا يدلع قوي قوي قوي، يقول لك ده اول حفيد ليا عزي ولد الولد هو ويدلع فيه. ماشي. في فلوس كتير قوي في الاسر كمان بوظت العيال. نعم. ماشي. المدرسه البايظه. المدرس اللي كان مش على اخلاق. نعم. المدرسه اللي ما عندهاش اخلاق اللي بتدي درس للفلوس، وعشان كده تسيب العيل ما تعلموش الاخلاق. نعم. كانوا زمان يقولوا وزاره التربيه والتعليم. انا كنت في المدرسه بترعب من المدرس قبل ابويا وامي. المدرس هو صح المدرسه. نعم. من علمنا حرف الفلت له عبد. الناظر ناظر المدرسه كان بيحكم المدرس قبل الطالب. كل ده من اساس الاخلاق في البيت. وقلة التربية الدينية، التربية من سن سنة واثنين وثلاثة، مش هدلع ادلع ادلع واجيب له بوز واجيب له واجيب له وصف، اقول ابني محروم، لا ما طلعوش محروم، لا، عمري حرماني فلوس ما كانت عدم تربية، التربية هي التربية. الأخلاق هي الأخلاق عمرها، ولازم ترجع وترجع من البيت. رسالتك وصلت، بنشكرك يا حاجة سيدة، والله أنت قلت كل اللي نفسنا نقوله، تعليم وبيت ومدرسين وجدود وآباء. خليني اخد هشام من القاهرة. الو الو، مساء الخير، اتفضل يا استاذ هشام. استاذ محمد اهلا بحضرتك. استاذ محمد، هي المشكلة مش مشكلة ان الاخلاق مش موجودة دلوقتي، هي الفكرة ان في حد متربص بالبلد دي مش عايز الناس تفضل تحب البلد دي ولا تدافع عنها ولا يبقى في اخلاق ولا اي حاجة. هنرجع لنظرية المؤامرة، في ناس قوم جم من بره عايزين يغيرونا مثلا؟ لا يا محمد، هي الفكرة بدأ من أيام النظام السابق. نظام إيه؟ مبارك؟ تعليم مفيش، حب للبلد مفيش، شغل مفيش، انتماء للبلد مفيش، دين بقى يعني مش موجود زي الأول. حضرتك لو دخلت الجامع دلوقتي ما تلاقيش الناس موجودة زي الأول. نعم. بس بنلاقيهم يوم الجمعة في الصلاة. كان يوم الجمعة ده ما نرجع في وفي اخر ثلاث دقايق والراجل بيصلي في الشارع من الزحمة. انت دلوقتي ما بقاش موجود. نعم. انت فاهم قصدي يا استاذ محمد؟ معاك يا استاذ هشام. معاك. خليني انا هرجع لضيوفي في الاستوديو، ما تقلقوش، بس اخد فرج من المهندسين. وطي. الو. ايوه يا استاذ فرج، بس وطي التليفون. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا قمر. ازيك يا باشا؟ عامل انت ايه؟ عامل ايه يا باشا؟ انا زي الفل اهو، طول ما انت زي الفل. قول لي نرجع الاخلاق في البلد دي ازاي؟ والله ما في اخلاق وفي تحرش في الشارع وكل واحد ماسك واحده، ويعني ما ينفعش يعني اهم كان سيطر البلد. طب نرجع ازاي؟ ما انا قلت بقى ان بس مش كل واحد ماسك واحد يعني. احنا بس نقول ازاي نرجع الاخلاق للشارع المصري، لان للاسف الاخلاق مش بعافيه، قول بألف عافية.
طيب استاذ مدحت ابو ظبي اتفضل. الو. ايوه اتفضل يا استاذ مدحت. الو مساء الخير. مساء النور استاذ مدحت، مع حضرتك. مع حضرتك مدحت العداتي من ابو ظبي. اهلا بحضرتك. الله يخليك. هو حضرتك بس في موضوع بالنسبه للاخلاق. نعم. هو الاخلاق هو تعتبر ايه؟ هي سلوك حسن مقبول في المعامله بين الطرفين، صح؟ نعم. بين اي طرفين وبعضهم ببعض يعني. نعم. وبين طرف واحد تجاه الدوله. تجاه البلد. يعني ايه؟ يعني حضرتك المقصود بالبلد ايه؟ اللي هي اي جهه، يعني مثلا مدرسه، مستشفى، اي هيئه او مصلحه في الدوله. بالظبط كده. تمام. فالاخلاق حضرتك دي دلوقتي ممكن بنحكمها بقوانين. نعم. تمام. بس الاخلاق عمرها ما كان يرجعها قانون. نعم. الاخلاق عمرها ما بترجع بقوانين. طيب انا هدي حضرتك مثال صغير جدا. اتفضل. احنا عايشين في ابو ظبي. نعم. انا عايش في الامارات بقالي 25 سنه. نعم. ممنوع هنا حد يشتم حد. ممنوع حد يرمي حاجه في الشارع. نعم. ممنوع حد يسب دين في الشارع زي اللي بيحصل في مصر. نعم. ممنوع كذا كذا. ازاي ممنوع؟ ممنوع بقوانين. قصدك يعني تجديد القوانين. تجديد القوانين في المخالفات السلوكيه. حضرتك ما احنا قلنا السلوك ايه هو السلوك؟ نعم. السلوك اي شيء غير مقبول. معاك استاذ مدحت. اخد بكار بسرعه من الجيزه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ازيك يا أستاذ بكار؟ ازيك يا أستاذ محمد؟ تتفق معايا إن الأخلاق بعافية في البلد؟ والله يعني مفيش أخلاق خالص إطلاقا، البلد بأكملها. طيب، نرجع الأخلاق إزاي؟ نرجع الأخلاق إزاي؟ أساسا هي أساسا من قلب البيت نفسه. من قلب البيت نفسه. يبقى الرك على البيت، الرك على الأسرة. على التربية في قلب البيت، لأن نعم. النهاردة في البيت النهاردة حتى داخل البيت مفيش تربية ولا في حد بيحترم حد. حتى في الشارع حتى. انا النهارده واقسم بالله العظيم انا كنت في الدقي النهارده كنت في مستشفى 6 اكتوبر خارج منها، اقسم بالله العظيم بنت ماشيه معايا عيل والله عماله تشد من وشه وتشد وحاجه يعني مناظر سخيفه. يعني في البنات وفي الصبيان كله والله ما حتى الشوارع كلها بقينا بنلاقي ده في الشارع عادي. هاخد هشام من الجيزه. شكرا استاذ بكار. استاذ هشام من الجيزه. استاذ محمد زي حضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضل. انا باخد بق ينسون بس. لا هو بس هو في حاجتين مهمين بس اللي انا شايفها. اتفضل معايا. عارف بيجيبوا ينسون وبدون سكر يعني عشان ابلع بس. حاجتين مهمين بس بالنسبه للاخلاق. التربيه في البيت ده رقم واحد. ورقم اتنين. ورقم اتنين المدرسين في المدرسه. نعم. المدرس قلت قيمته جدا من بعد ما بدا يدي دروس خصوصيه. الاولاد ما بقاش عندهم اي نوع من انواع الاحترام للمدرسين. وهي دي الكارثه اللي مخليه الاولاد في المدارس ما عندهمش اخلاق. انا معاك. اخد فاطمه من القاهره. استاذه فاطمه. طيب. على طول لازم ارجع لضيوف في استوديو محمد جبل. الوضع منقسم شقين اساسيين. شق اللي هو دور الدوله كدوله والدور مجتمعي اللي هو الناس ماشي. الدوله تعمل ايه في الاخلاق؟ الدوله طبعا عليها الدور الاساسي في التوجيه الاعلامي، زي ما احنا مثلا اتكلمنا في فتره عن مصلحه الضرائب واتكلمنا عن الضرائب وقلنا ان احنا بدانا في حمله اعلاميه جميله جدا نبهت الناس لدور الضرائب. والدور الكلام ده علشان رئيس مصلحه الضرائب هيشرفني بعد الفاصل. لا يا فندم طبعا. لا انا قصدي يعني الدور الحمله الاعلاميه لازم يكون في حملات يبقى اعلاميه. الاعلام قوية دور جدا. والدوله تتدخل والدولة فيه والدوله من الناحيه الثانيه. الدور الثاني نقطه ثانيه للدوله بعد اذن سيادتك القانون طبعا وتجديد القانون عشان ما يبقاش الموضوع من امن العقابه اساء الادب. لازم يبقى قانون حاسم والدوله التوجيه الاعلامي لمساعده. بقى نرجع للدور المجتمعي. مساعده الاسره وهي الاساس في التربيه وفي المدرسه. نعم. فكده هوت نقدر ان احنا الوضع. احنا حضرتك سالت سؤال مهم جدا، ازاي نرجع للاخلاق؟ ازاي يبقى انت بتتكلم على مجتمع ودوله الاثنين مع بعض. مجتمع ودوله. نعم. طيب هقرا عدد من الرسائل بسرعه. كل حب ليه اوجاعه، حب الله له حلاوه، هني غرام، الاخلاق ترجع لو التحرش ينتهي، ده رنا محمد، وازمه بيت ومدرسه واعلام وضروره
ضروره تنظيم مناهج الدين الحاج ام يحيى من كفر الشيخ. استاذ محمد شكرا ليك، بس عايز اقول لك الاعلام الهابط والفن الكاذب سبب اساسي، ومن فضلك كلمني جمال ابو عاصي. بامانه مفيش اخلاق للبعض، والعلاج هو العقاب بوضع قوانين تنفذ بحسب، ولا ابدا لعوده الاخلاق من الاسره السويه. واخد فاطمه من القاهره وبعديها احمد من الجيزه. اتفضلي استاذه فاطمه. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. ممكن اتكلم بصراحه دقيقه؟ فورا، الحلقه كلها صراحه. طيب المفروض انك ما تطلبش من شعب مضطهد وعايش بقاله 20 30 سنه في عشوائيات وي 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 وبلاوي كتير بتتقال في الاعلام بقالنا كتير قوي بنسمع وبنشوف. وفي الاخر لما الاخلاق دي تروح خالص نقول لهم يا مجتمع وحش ما فيكوش اخلاق. انا اعتقد ان احنا لو قعدنا نقول من دلوقتي للسنه الجايه ما فيش اخلاق، كلنا متفقين ان ما فيش اخلاق. بس هنخلي ازاي الاخلاق ترجع زي زمان؟ مش هترجع اعتقد غير لما نرجع نحترم بعض ونحترم ادميه الناس اللي عايشين حوالينا تاني. يعني مش هيبقى في حل في المجتمع ده، ولا هيبقى في امل غير لو العشره المثقفين اللي قاعدين معاك او العشره الخمستاشر اللي فيهم امل اللي بيسمعوا حضرتك في البيوت ينزلوا يتعاملوا مع 100 و150 وخمسين. بقى انا فاطمه بيسمعني 10 في البيوت بس، عايزه تقفلي البرنامج. لا والله واداره القناه تقول لي روح خير. فاطمه بتقول لك 10 يلا اقفلوا الحلقه يا رجاله. حضرتك بقى لي ربع ساعه على الهولد والله. بس قصدي انه الحل لازم يكون نساعد بعض اكتر. نعم. عشان نعرف نعيش. يعني لو كل واحد عنده ذره اخلاق يتعامل مع الناس بذره الاخلاق اللي عنده دي، ممكن يكسفوا من نفسه بعد كده. نعم. تعلمهم ازاي اللي طلعوا دول مش عارفين يعني ايه اخلاق. طيب. او اللي طلع انا بنت جارتي. انا هشكرك بس اسمعي تعليقي. لو انت بتتكلمي على عشوائيات، طب والناس اللي ساكنه في مناطق راقيه هل ما بيحصلش هناك تحرش والكلام ده؟ لا بيحصل. خليني اخد احمد من الجيزه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. اتفضل. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ علي؟ اهلا بحضرتك. انا عندي كذا نقطة بعد اذن حضرتك تتكلم. نبدأ باخر ثلاث نقط. طيب تمام. مبدئيا اول نقطة مهمة دلوقتي، الامام محمد عبده لما سافر بره قال وجدت اسلام بلا مسلمين وهنا مسلمين بلا اسلام. نعم. الموضوع ده طبعا ينطبق على المسلمين والمسيحيين، لان المسلمين والمسيحيين احنا وطن واحد، والاخلاق دي حاجة مهمة بتجمعنا كلنا. نعم. ازاي بقى وجدت اسلام بلا مسلمين ومسلمين بلا اسلام؟ انا راجل سافرت امريكا مرتين. مدة صغيرة. لما هناك بقابل حد بيقابلني بابتسامة، ما بيضحكش عليا، ما بيكذبش عليا. في ضمير. بيحترم طريقي وبيحترم المرور. حتى لو مكان ما فيهوش إشارة مرور وان باي وان. يعني لو أنا طالع من مول أو أي حاجة. زي وول مارت أو أي حاجة زي كارفور هنا مثلا، وان باي وان. تمام؟ دلوقتي أنا هنا في مصر إحنا كلنا ما بنراعيش بعض خالص. كل واحد حاطط حديد قدام بيته، كل حاطط. ما هو ده رصد الظاهره اللي بنتكلم عليها. سؤالي لحضرتك ازاي نرجع الاخلاق بقى؟ ازاي نرجع الاخلاق؟ دلوقتي كان كوندليزا رايس من كام سنه كده كانت عايزه تلغي ماده الدين وعايزه تحط ماده اسمها الاخلاق. سيبك من كوندليزا رايس، كلمني عن مصر. كوندليزا رايس تمام. انا عايز اسيب ماده الدين ويا ريت نحط حاجه اسمها الاخلاق. الاخلاق يبقى اوكي. احمد بيقول لو احنا نبدا في التعليم، وده الكلام اللي انت بتقوله يا استاذ محمد، بان احنا نحط ليه ما ندرسش ماده زي الاخلاق. بس اخد مصطفى. مصطفى محمد اتفضل. انا اولا بحييك يا استاذ محمد على برنامجك الجميل ده. اشكرك. بحييك على الموضوع المهم جدا ده. بس انا ليا وجهه نظر ممكن تبقى مختلفه شويه. اتفضل. انا بحمل كلاهما الخطا، سي شاب او بنت. الاثنين في واقعين في خطا. تمام. فلو هنتكلم عن الاخلاق، الاخلاق بترجع للتربيه، والتربيه بترجع للاب. المفروض لما يقول كلمه المفروض ان كلمته تتسمع. ودي ما فيهاش كلام وما فيهاش نقاش. والمفروض اللي والد اي بنت او والد اي شاب في البيت المفروض اللي هو بيعلمه الحاجات دي كلها. ودي اول الموضوع. ولو هنتكلم عن الطابع الديني، احنا بلد زي ده طابع ديني، بس احنا بنحاول. يعني احنا لو بنقول بنسبه 99.5% في تحرش في مصر، بس بنسبه كبيره برضو الناس بتحاول ان هي تتمسك بالدين بتاعها وبتحاول ان هي تنفذه. لكن ممكن نقول اللي هي مش قادره تعمل كده او مش قادره تنفذ اللي احنا اتعلمناه في ديننا واللي احنا اتعلمناه في مدرستنا زمان واللي احنا اتربينا عليه. فاحنا انا عايز اقول لحضرتك لو انت هترجع بالزمن القديم لزمن والدي ووالد حضرتك والكلام ده كله، لا ما كانش موجود كده. حتى لو في بنات بتلبس قطة او اي حاجه، بس ما كانش في اللي بيحصل دلوقتي.
وعلى ما اظن برضو لو حضرتك هتبص للارياف، لا الارياف عمرها ما هتبقى زي مصر بصفه عامه يعني، او زي الحضاره اللي احنا فيها، لان الارياف غير كده خالص. وانا واحد عشت فيها وتربيت فيها وشفت منها الخير كله بصراحه. بشكرك مصطفى. وفي اللي بيقول لي ازمه بيت ومدرسه واعلام، وفي اللي بيقول لي عدم تجريم الدروس لان ذلك يجبر الشاب على سكن الشوارع وانعدام الاخلاق، وعندما يعود الرجال والنساء كل الى دوره، يعني الرجل يشيل كل مسؤولياته والمراه لا تترك اولادها، ده بدايه الحل. ورسائل كتيره جات لي، ربما يجي لي وقت اثناء الحلقه واقعد اقراها لكم، بس شكل الموضوع بيثير اهتمام عدد كبير جدا من حضراتكم. بس ده الجزء الاول من الحلقه، هي دي قضيه. اوعوا تفكروا حلقه في برنامج ولا قناه هترجع اخلاق في بلد. احنا كلنا اللي لازم نتضافر نرجع الاخلاق زي ما كانت، زي ما اتعلمناها في بيوت اهلنا. المدرس يعمل شغله والاب يعمل شغله والام تعمل شغلها. بعد الفاصل هستضيف لكم او هيشرفني الراجل بتاع الفلوس. يعني ايه الراجل بتاع الفلوس؟ مصادر الدوله. ايه الحكومه بتجيب فلوس منين؟ انت عارف جملتين حافظهم من الاعلام، شويه دولارات من قناه السويس، مصريين عاملين في الخارج. بس الدخل الاكبر اللي الحكومه بتاخد منه الفلوس وتصرفها علينا هي الضرائب. الراجل ده بقى هو اللي بيلم الفلوس دي مننا كلنا ويروح مديها للحكومه تسليم مفتاح. عايزين نقول له هتلم كام؟ انا كمواطن هستفيد ايه بفلوس الضرائب دي؟ وبعدين ينفع الضرائب لما حد يروح يدفع نلاقي اسمه وصوره في الجرايد؟ مش ده برضه كشف اسرار؟ يلا استعد دكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحه الضرائب اللي هيشرفني النهارده في اول يوم. امبارح كان اخر يوم في تقديم الاقرار الضريبي للافراد، النهارده بقى نفتح مع هذا الملف في حلقه مسؤول على الهوى. نطلع فاصل. قالت لينا أم الجموع شمس الحديقة غابت وغاب قمر الربوع، غاب الضمير وأدينا طرح الغل في ودينا، لا رجعنا ولا ابتدينا، ضل الطريق بينا مدرينا مين العدو مش شاكين، ضل الطريق بينا مدرينا مين العدو مش شاكين.